بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حينما يولد الإنسان في هذه الحياة يعطيها ربنا عز وجل مادة أولية لشخصيته، وتبقى مهمة تشكيلها وتطويرها وتزكيتها من واجباته هو دون غيره من الناس. فمن أراد أن تكون له شخصية فاعلة ناجحة متميزة فإن عليه أن يبني نفسه يوما بعد يوم، وذلك من خلال قراراته القائمة على قيمه. يعني أحيانا الشخص يتخذ قراره بناء على غريزته، أحيانا يتخذ القرار بناء على القيم التي يؤمن بها. شخص يحب المال، هذا أمر غرائزي، فإذا وجد مال الغير أخذه، يعني سرق مال الغير، هذا انطلق من غريزته. أحيانا ينطلق من قيمه ومثله، من خلال القرارات النابعة من القيم والمستنسخة من تقليد الأبطال التاريخيين. هذه القرارات تبنيك. شلون تبني نفسك وتبني شخصيتك وتكون من الصالحين؟ التزم بالمثل والقيم، التزم بالعدل، التزم بالخير، التزم بالصلاح، التزم بالحرية، التزم بالعطاء، التزم بالتعاون، التزم بالأخلاق الفاضلة، واعمل ما توحي إليك هذه الأمور وحسب الغريزة. نعم، استخدم غريزتك إذا كان في مجاله الصحيح، استخدم الغريزة ما فيش، وتقدر تستنسخ الأبطال التاريخيين. يعني تشوف البطل التاريخي، الإنسان الصالح بالتاريخ، ما الذي فعل؟ تفعل مثله. كما يبني أحدنا بيته حجرا بعد حجر، ولبنة على لبنة، وجدارا بعد جدار، من خلال الالتزام بخارطة رسمها أحد المهندسين سلفا، كذلك عليه أن يزكي نفسه لحظة بعد لحظة، وساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد آخر. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. تقول شلون؟ وين الخارطة؟ أقول الخارطة ضميرك. الخارطة مواعظ الأنبياء والرسل والصالحين. الخارطة عمل أولياء الله في التاريخ. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أنت ملهم ما هو الخير وما هو الشر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. على المرء أن يبني شخصيته على خارطة مكتوبة مسبقا. شلون مكتوبة مسبقا؟ أولا تستطيع أن تكتب على نفسك، خذ ورق وقلم واكتب: سأكون من الصالحين، ستكون أخلاقي حسنة، سأتعاون مع غيري، سألتزم بواجباتي الدينية، سأكون كريما، سأكون شجاعا. هذه أمور طبعا مكتوبة في ضميرك، لكن اكتبها على الورق وألصق الورقة على جدار غرفة النوم، حتى كل يوم، كل ليلة، كل صباح تشوف هذه الورقة. ابني شخصيتك على خارطة مكتوبة مسبقا. أساسا التميز الذي يبحث عنه كل واحد منا هو نتاج الالتزام بالمبادئ الحق التي لا تتغير. فبمقدار ما يلتزم الشخص بهذه المبادئ تكون شخصيته راسخة لا تتزعزع. المبادئ لها قوة حقيقية، العدل له قوة حقيقية، الحرية قوة حقيقية، التعاون قوة حقيقية، الأخلاق قوة حقيقية.
هذه منزلة خارطة الطريق التي من دونها يأتي البناء غير راسخ غير ثابت وسرعان ما ينهار. الله أعطاك الوسائل، مثل شخص عنده الإسمنت، عنده الحجر، عنده الأرض، وعند الشبابيك، وعند لكن ما عنده خارطة، حتى لو أراد أن يبني راح يخربط، بدل ما بيته يطلع قصر يطلع كوخ مثلا، وما يثبت وما يرسخ. اجعل لنفسك أيضا قدوة في الحياة، انظر من ترتاح إليه في الحياة، بطل من أبطال التاريخ، علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الإمام الحسن، الإمام الحسين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلد أحدهم، انظر ما الذي كانوا يفعلون، ولو كانوا في مكانك ما الذي كانوا يتخذون من مواقف. هكذا تبني شخصيتك. الله أعطاك مواد البناء للشخصية لكن ترك بناءها لك. والسلام عليكم ورحمة الله.